السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معانا النهاردة في مطبخ ريمي هعمل معاكم القلقيش الناعمة بطريقة حلوة وسهلة قوي وهتعجبكم ان شاء الله. معايا كيلو دقيق منخول، ومعايا هنا نص كيلو سمنة مقدوحة، ومعايا كوباية لبن فترة للعجن وهنشوف هنستعملها كلها ولا لا، ومعايا ربع كوباية مية فترة، ومعايا معلقتين سمسم، ومعايا نص معلقة ملح صغيرة، ومعايا معلقة سكر كبيرة، ومعلقة خميرة فورية كبيرة. أول حاجة دلوقتي هعملها إن أنا هدوب الخميرة في معلقة السكر مع ومعلقة الخميرة وربع معلقة وربع كوباية المية. هقلبهم وأدوبهم مع بعض وأسيبهم على جنب يخمروا براحتهم. ادوب السكر والخميره في الربع كوبايه الميه الفتره واسيبهم على جنب لحد ما اخلص العجينه بتاعتي واحتاجهم على طول. تمام، هعمل دلوقتي ايه؟ معايا كيلو دقيق المنخول هحط عليه معلقتين السمسم، معلقتين كبار سمسم، وهحط عليه نص معلقه الملح، وهنزل بنص كيلو السمنه المقدوحه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بالراحة عشان سخنة قوي وانت بتنزلي بيها بالراحة بالراحة خالص كده، مش محتاجة خالص احمص السمسم، لان بمجرد نزول السمنة المقدوحة عليه هتحمصه، فمش محتاجة ان انا احط السمسم متحمص. هبتدي اخلط بالراحة، وخدوا بالكوا السمنة سخنة فبالراحة خالص عشان ما يحصلش حاجة لا قدر الله. هقلب، ومهم قوي تبسيس العجينه لان هو ده اللي هيخلي معايا القرقيش تطلع ناعمه، فلازم نبسسها حلو قوي. هتنى بس فيها بالاسباتيولا كده عشان سخنه، واول ما تبرد هبتدي اعملها بايدي. هبسسها كده عشان سخنه، اول ما تبرد هبتدي استعمل ايدي في التبسيس طبعا، وهتنى بس فيها لغايه ما تبرد خالص. بصوا يا حبايبي كده انا ابتديت استعمل ايدي في التبسيس زي ما انتم شايفين كده، ببسسها بالطريقه ديت، وهي دلوقتي ايه دافيه يعني مش سخنه ولا هي بردت قوي. هي ممكن اسيبها لغايه ما تبرد خالص كمان عشان ايه ما تبقاش العجينه تسيح مني كده. تمام، فهبتدي دلوقتي ايه، هنزل دلوقتي بالخميره بتاعتي. الخميرة حطينا معلقة سكر، معلقة خميرة، وربع كوباية مية فترة. بصوا خمرت معايا وجميلة ازاي. هبتدي انزل بيها على العجينة بتاعتي، وانزل بالكمية كلها طبعا. العجينة طبعا زي ما انتم شايفينها كده متبسسة، قعدت حوالي ربع ساعة ابسس فيها واسيبها لغاية ما بردت، وما تنفعش تنزلي بالخميرة وهي سخنة خالص خالص، هتبوظ الخميرة هتموت الخميرة بتاعتك. وابتدي ألم، أنا مش عايزة أعجن خالص، ألم بس عشان العجينة مش عايزة لها يبقى لها عرق، أنا عايزاها ناعمة. تمام، فبلم بصوابع إيدي كده يعني مش بعجن خالص. طبعا انتوا شايفينها سايحة، لكن عشان هي بس السمنة ايه مش باردة فيها، لو بردت هتقلقوها ماسكة عن كده، فلو تسيبيها تبرد يبقى افضل عشان تعرفي ايه تعجنيها وتاخد حقها منك. انا دلوقتي هنزل باللبن بالتدريج عشان كل دقيق بيختلف عن الدقيق، عن الدقيق في دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق ما بياخدش سوائل. بصوا ما بعجنش، بلم بصوابع ايدي، مهم قوي. بصوا انا كده لمتها، شوفوا العجينه لمت معايا هي. خدوا بالكم لو محتاجه تدوها لبن، انا هعرفها منين؟ ان انا اشوف العجينه ما بتشققش في ايدي، ملمسها حلو. بصوا ما بتشققش خالص وطريه قوي كده، العجينه ايه لمت وخدت كفايتها. هي كوبايه دي مناسبه ليها، انا اعطيتها نص كوبايه لبن، نص كوبايه لبن مناسبه قوي، كوبايه اللبن مناسبه، انا حطيتها نص كوبايه لبن وهسيبها تريح خالص وتخمر. لو حسيت ان هي محتاجه ممكن اديها النص التاني بالفكره، فعلى حسب الدقيق بتاعك. هسيبها ترتاح وتخمر كويس وارجع مع بعض نشوف هنشكلوها مع بعض ازاي. بصوا يا حبايبي العجينه ريحت خالص، بصوا خمرت معايا، شوفوا شكلها عامل ازاي بالفكره. انا عطيتها نص كوبايه اللبن كمان عشان تبقى ملمومه معايا وتبقى عجينه طريه اكتر. بصوا خمرانه قوي ازاي، يعني كيلو الدقيق خد معايا نص كيلو سمنه كوبايه اللبن. تمام، بصوا
هبتدي بقى نشكلها مع بعض. انا هفردها كده رول كده بشكل اسطواني كده ماشي، بحيث ان ايه كلها تبقى يعني ايه، حاول تبقى كلها قد بعض. وابتدي بعد ابططها زي ما انتوا شايفينها كده بسمك سنتي، مش عايزاها سميكة اولا رفيعة قوي برضو عشان ما تنشفش معايا في الفرن خالص. هفردها بالطريقة دي كده واساويها، واحاول اساوي بقى الجناب واخليه، واحاول اخليها كلها مستوى واحد، مفيش حتة عالية وحتة منخفضة. بصوا انا دلوقتي هو سويتها او سويت حروفها، قطعت حروفها وسويتها خالص، وهبتدي اشكلها. معايا هنا ايه السكينه المشرشره ديت، ممكن تقطع بسكينه عاديه طبعا، انا معايا السكينه دي بتدي شكل حلو قوي في التقطيع. بصوا بتدي شكل جميل، فزي ما ترجعلك. وحاولي نقطعه كله مقاسات واحده على قد ما تقدري طبعا. برضو بصوا سكينه بتخلي شكلها حلو قوي، وبرضو ممكن سكينه عاديه خالص برضو هتبقى جميله قوي. ابتدي اجيب دلوقتي صاج نضيف معايا ما عليهوش اي ماده خالص، لا الاقيش فيها دهون كتير، فمش ما تقلقيش عليها خالص. وابتدي اشيل براحه كده وابتدي ارصصها في الصاج. زي ما انتوا شايفين كده شكلها تحفه، عجينه ناجحه جدا، ريحتها حلوه قوي. هرصص الكميه كلها في الصاج كده زي ما انتوا شايفين بالراحة خالص، لأنها عجينة ناعمة جميلة. وهسيبها ويلا بينا نكمل مع بعض تقطيع بقية الكمية. وده يا حبايبي جزء من مسرع عشان اوريكم بفرد القرقيش ازاي. انا بجيب قطعة افردها رول كده زي ما انتم شايفين، رول متساوي، وابتدي افردها بحيث ان هي تبقى بسمك سنتي وبتبقى بسوى واحد وارتفاع واحد. وبستعمل هنا دلوقتي الفرادة، هستعمل الفرادة بحيث ان انا اتأكد ان كلها سمك واحد. وابتدي اقطعها بالسكينة، اسوي الحروف بالسكينة عشان يبقى شكل العيش متساوي، حروفها متساوية. فبقطع كده كل الحروف بالسكينة بسويها بالشكل ده هوت، واجيب السكينة مشرشرة عندي بتدي شكل حلو للقرقيش قوي، ممكن سكينة عادية. وابتدي اقطع القرقيش بحجم واحد على قد ما اقدر، واقطعها كده وابتدي ارصصها في الصاج بتاعي. وهسيبها في الصاج تخمر من ربع ساعة لنص ساعة، تخمر براحتها خالص. وبعد كده هدخلها الفرن. اتمنى الفيديو يكون موضح كويس القرقيش بتتقطع ازاي، ما فيهاش اي صعوبة خالص وهتطلع معاك. بصوا يا حبايبي ده شكل القرقيش بعد ما ريحت في الصاج، شوفوا خمرانة وشكلها جميل ازاي. دلوقتي هدخلها الفرن درجة حرارة 180، وبعدين اهدي عليها واسيبها تستوي خالص لغاية ما تستوي تبقى لونها جميل، ونبتدي نطلعوها ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. ودي يا حبايبي كانت القرقيش بتاعتي بعد ما طلعتها من الفرن، سويتها على نار هاديه. شوفوا لونها تحفه، ريحتها تجنن، حلوه جدا جدا، هتعجبكم قوي. سواها حلو خالص. بصوا تعالوا نشوف السوا مع بعض، شايفين شكلها حلوه قوي ومستويه وقلبها من جوه. تعالوا شوفوا قلبها من جوه مستوي وناعمه قوي بتدوب، تنفع الصبح الاولاد للمدارس ياخدوها في اللانش بوكس، ينفع يفطروا بيها بكوبايه شاي بلبن. حلوه قوي وهتعجبكم، واتمنى تجربوها. واتمنى يا ربي لو وصفتي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.